السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير صحة لاباس. مرحبا بكم في حصتكم مع رمضان معي شمكوك. اليوم إن شاء الله راح نديروا دوزات بزاف شابين، راح نديروا تحلية آيس كريم توجد بالخف، وراح نديروا كراتيه تاع سيرب البطاطا بزاف بنين. نبداو بالتحلية آيس كريم باش ندخلوه يتكونجلا، نعطوا له الوقت. مكونات بسم الله، عندي هنايا كريمة طازجة، عندي حوالي 360 غرام تاع كريمة طازجة، 35% مادة دهنية، عندي مغرفة كبيرة شوكولاتة تيني، زوج مغارف كبار تاع الكاكاو، وعندي هنا بودرة تاع الشوكولاتة. نبداو بسم الله. البيترا تاعنا نحو الكروشي، نستعليو الفوي باش نطلعو الكريم تاعنا. بسم الله، الكريم تاعنا لازم تكون باردة باش تطلع بالخف، نديروها هي الأولى تطلع، باك نزيدو لها المكونات الآخرين. هايدا راها كاملة تاع الكريم فراش. وبسم الله نتكلو على ربي، نبداو نطلعوها. بسم الله، بدات تطلع شويه، بدات ديماري، نزيد لها شويه شوكولاته تينك وسخنتها برك باش تطلق روحها، بصح ما لازمش تكون سخونه باش ما طيحناش لاكريم فراش، تما تكون دافيه برك. بسم الله، نزيدو لها مغرفه كبيره تاع شوكولاته تيني. نزيد لها شويه برك، مغرفه كبيره مليح. هكدا، ونزيدو لها زوج مغارف كبار تاع الكاكاو كما قلنا. هنا عندي زوج مغارف كبار، نزيدهم كامل. بسم الله، وزوج مغارف كبار تاع شوكولا، بودرة شوكولا. بسم الله، نكملنا بها سي بون. نحيوها، بسم الله، نزيدو زوج مغارف كبار. دوكا باش ما طيرش عليكم الكاكاو، البودره تاع الشوكولا نخلطوها بالمغرفه ونديماروها بالفوي. يلا بسم الله، هايدا نخلطوها شويه. نديماريوها، بسم الله، نخلوها دوكا دور 5 دقائق باش تطلع مليح لاكريم تاعنا. ها دوكا نروحو نوجدو الكراتا، نسخنو المرميطة. نبدا نربحو الوقت، خليها تسخن شوية دوك نبداوها. دركا نجيو لهنايا نخدمو الصبولونيس تاعنا ما بين ايس كريم راه يطلع. بسم الله، نديرو شويه زيت زيتون.
نحط البسلتانية تقلى. عندي هنايا حبة بصل عاشية مليح رقيق، نحطها تقلى بالعقد نار متوسطة. بسم الله. نشوف الخريطة اسكن تاعنا اسكو راه وجد. بسم الله. نسيب مغرفة من تحت نشوف الى ما تخلطش مليح. سي بون الخريطة تاعنا راه وجد. الباطي راح نحضر بها. نقسم مليح النار. خليه هذا ما وجد. بسم الله. نحطوه لهنا ونحطوه في كونجيلاتور ونخليه يتكونجيلا ونكملوا الرسالة تاعنا مع بعض. بسم الله. هذا نحطو لي مقاد في سباتيل. كيما شفتو لايس كريم تاع اليوم فيه 4 مكونات وطريقة تاع التحضير تاعو شفتو كيفاش سهلة. يا ربي يدي مينيت يكون واجد. بسم الله. نمشيوها هكدا. دوكا نغطيه بسيلوفان ونخليه كونجيلاتور. فيلميه. بسم الله. هنا ندخلو الكونجيلاتور ونخليوه يحكم روحو مليح. بسم الله. دوكا نولو كراتا تاعنا. راني ندير فلاش بولونيز هنا ديما لينا البصل. نزيدولو نخبيو هادي. نزيدو دوكا لافيون داشي تاعو تقلى معاه. نزيدو شوية النار. تقلى غير بلاقة. حنا باش نربحو الوقت ونروحو نوجدو لابيشاميل تاعو. بسم الله. نجيبو كاسرونة. نحطو
دي ماري برو تاعنا اللي هو زبده وفارينة، نفس الشيء الميزان تما 50 غرام 50 غرام. نبداو بالمارغرين تاعنا ولا الزبده، بسم الله. هنا ما نساهاش نقص لها النار، خلينا غير بعقل نشعلو الكاسرونة تاعنا، بسم الله. هيا ندير لها غرفة كبيرة تاع زبدة. هنا مارغارين هكدا، مغرفة كبيرة مليح، نخليها تذوب. نخلي المغرفة تاعي الداخل باش الدوبة هذيك اللي بقات فيها. بسم الله. هنا درك نقص لها النار، نجيبها لها هدية ناقصها شوية، نبداك نرجعها لتماك باش الرو تاعي نخدمو آلات ما يتحرقليش. نستنى برك شوية مرقاين تاعنا الدوب، سي بون. درك نجيو نزيدو الفارينة بشوية حتى يولي عندنا رو، يعني تولي عندنا امبات نطلع بها البيشاميل تاعنا. بسم الله. سي بون فرانسات. دوكا بيشاميل تاعكم باش ما تجيكمش فيها البنه تاع الفارينه، نطيبوها يا ربي واحد دومينيت على نار هاديه. طيبوا الرو تاعنا قبل هذيك الفارينه كامل يدخلها طياب باش نبداو نزيدوا على الحليب. منا مازون داشي تاعنا ما نساوهاش يتقلى. هنا دوك نزيد لها طوماطيش، حبه مسكرفجه مقطعها صغيره بلا زريعه تاعها بيان سور بلا القشور. نخليها تقلى. هنا الرو غير يبدا شويه ينشف شغل يحب يتحمر، نزيدو له الفارينة. صح، دوكا نبداو نزيدو الحليب تاعنا بشويه ومن بعدك نرجعوها للنار القاويه. باش ما تهرب لكمش كيما المايونيز، ديروا الحليب بشويه وخلطوا. كل ما يشرب الحليب نزيدو له. منيها منا هيا تبدا تطلع، ونتبعوها بالحليب حتى نتحصل على القوام اللي نحوسو عليه. القوام اللي نحوسو على البيشاميل تكون متوسطه ماشي ثقيله بزاف،
ماشي اللي نديرو بها لي مونجون وماشي خفيفه بزاف. هنا دوكا تحقق النار شوية قوية، نرجع لفوق نكملو نطيبوها. ما ننساوش لاصوص تاعنا بولونياز هنايا تقلات مليح مع طوماطيش. دوكا نجي نزيد لها ملعقة كبيرة طماطم مصبرة. بسم الله هذا، ونزيد نقليها معاها. نولونا بيشامل تاعنا شربت، نزيدو لها الحليب، سي بون راهي تقلات. دوكا نوجدها غير الماء سخون. بسم الله هذا، بسم الله نديرو يسخن لا شويه عمك باسكو باش ما تشاتش. هذاك نسخنوا الماء، باش عملت انا نعاود نولو ليها. نزيد لها شويه الحليب باسكو دوك تبرد تحكم روحها، مازالها ما غلاتش. دوك نزيد لها شويه الحليب هاذ نورمال يكفيها. نبداو نديرو التوابل. هنا نديرو ملح فلفل كحل كيف كيف مع لاصوص. بسم الله لا بيشامل تاعنا، نزيدو شويه فلفل كحل، شويه في البيشامل، شويه في لاصوص بولونياز تاعنا، وشويه عكري في البولونياز. كابولونياز تاعنا نزيدو شويه توم، عندي زوج سنين تاع توم. نحركهم معاها، نعدا بون. دركا نمرقها مع شويه زعتره. بسم الله شويه ما سخون هادي يكفي، ما تحقاش تكون مايها بزاف. بسم الله
هنا يبقى شويه زعتر ونخلوها تطيب شويه هند شويه زعتر نخليها تطيب تشرب. نعود نقولوا بيشاميل تاعنا قاعدة شويه باك ديما اللي تغلي نحيها من النار بولونيز راهي طيب عقلها نجيبوا ريسيبيون تاعنا بسم الله عبارة عن هادو لا نستنى بيشاميل تاعنا دوكا تعقد ناخذ فاصل ونعود نقول لكم البولونيز تاعنا هاي اللي طابت نحيناها نخلوها تبرد نروح دركا نوجد السرق تاعنا بسم الله نحطو مقلا عندنا كيف كيف لا بيشاميل بعد ما طابت نحيتها اكوتي خليتها تبرد شويه دوك نزيدو لها غير شويه تاع شيدار هكذا نخلطوها نخليه يدوب فيها ولا فرماج بلون كيما حبيتو هكذا سيبو نحيو الفويل هذا كملنا به بسم الله هذه نحيوها هنا نجيو دوكا نسوطيو السرق تاعنا شالو عليها شويه مارغارين بسم الله مغرفة مارغارين هكذا بسم الله نحط السلقه هنا اللي غليته في الماء 5 دقائق الماء يغلي نحط فيه السلق يتقلى 5 دقائق نعصره مليح ونجيبه بسم الله نزيده لهنا نمشيوه نزيدو له سنة تاع التوم هذا سنة تاع التوم سلطة معاه شوية زيت الزيتون نقلبو مليح شويه بقى تاع الملح وفلفل كحل شويه فلفل كحل وشويه ملح وسيبو نقدر نحيوه من النار كل جوارها طايب من الصياد نجيبو ريسيبيون نقلبوه فيه بسم الله باش جينا خدمه ندير ديريكتومون في البيشاميل تما البيشاميل تاعنا راح تكون فيها السلق هكذا
نخدمهم براتيك سهله. كي نجيو نطلعوا الكراتي تاعنا لي باسيو هذه خلطوا مليح السوق تاعنا مع البيشاميل. دركا بقات لنا غير نجيو نقليو البطاطا نقطعوها رونديلات نوجدو قبل المقله تاعها سخون الزيت. بسم الله نحطو المقله غامقه نديرو فيها الزيت سخون. كمية مليحة بسم الله. خلو الزيت تاعنا سخون نقدر نوجد البطاطا نحي هذه منا. بسم الله البطاطا تاعنا نقطعوها رونديلات رقاق. بسم الله هكذا شرائح رقاق باش يطيبوا بالخف. نستنى الزيت تاعنا سخون نحطو على التقلا. زاد شوية برك سخون شوية برك يبدأ تسخن. نحط البطاطا تاعنا دوكا تقلى. بسم الله عندنا نكمل دوكا نقلي كامل البطاطا تاعي نوجدها ونديرو فاصل ونجيو نكملو الرسالة تاعنا مع بعض. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم من جديد باش نكملوا الكراتا تاعنا. بسم الله كما درنا مقبلات بيشاميل مع السلق لاصوص بولونيز البطاطا قليناها وعندي شويه شيده نشعلوا الفرن تاعنا باش يسخن. ديروه 200 درجه هو الاول خلوه يسخن مليح. نجيو نطلعوا الكراتا تاعنا نبداو بيشاميل مع السلق. بسم الله معلو نديرو شويه باك باش نمشيو بها ما يسقناش باك الكراتي تاعنا البطاطا. من بعد نجيو البطاطا بسم الله رونديلات ونستفوها صاير داير. هكذا بسم الله دركا لاصوص بولونياز بدك السلق بطاطا وهي رائحتين نكملوهم كامل. بسم الله نجيبو البولونياز تاعنا نقسموه على زوج باسكو حنديرو زوج طبقه ومن بعدك طبقه من الفوق دونك
نحور القضية تاع الرند، نديرو نصف الكمية دركا. بسم الله. نمشيها. نزيدو نص الكمية تاع السلق، بسم الله. هذا مشيها تاني فوق. نزيد نديرو بطاطا طبقة واحدة أخرى، بسم الله. نعاود نولو البولونياز، نكملوها كامل. بسم الله. نمشيوها. نزيدو الساق من الفوق، نخلو غير شويه نفينيو به من الفوق مع البطاطا الوجه تاع الكراتا. نزيدو نخلو غير شويه كما قلنا باش نفينيو بها. طبقة تاع البطاطا الأخرى، هنا بسم الله. قطعها كامل. دوك هذيك اللي بقات لنا بشاميل مع السلق نزيدوها من الفوق باش نفيني بها. سوا سوا، بسم الله. نمشي واحدة خفيفة هاك باش نغطو هاك الوجه تاع البطاطا، يبان شوية بطا شوية بان السلق. دوكا عندنا الفرماشي دار هنا راهم رابين، نديروهم من الفوق، بسم الله. هكذا ندخلوا على الفرن تتحمر ونجو نديروا فاصل نشوفوا في ساعة التقديم. أعزائنا المشاهدين وصفة عندنا راهم واجدين قدامكم. كنا اليوم درنا آيس كريم شوكولاتة طريقة سهلة ودرنا معه كراتة تاع بطاطا والسلق والبولونيز. نتمنى إن شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. تلقوا الوصفة في الصفحة الرسمية تاع نهار تيفي في حصة رمضان مع هشام كوك. صحة فطوركم، السلام عليكم.